أهلا بكم مشاهدينا، والبداية من بابل. في فيديو انتشر على مواقع التواصل يظهر تظاهرات حاشدة لخريجي الكليات، حيث طالب المحتجون بإلغاء الاستثناءات من التعيينات والعودة لنظام المنافسة، وذلك عقب إعلان الحكومة المحلية عن المقبولين في التعيين. دعونا نشاهد. اختلفت آراء المتابعون على هذا الفيديو مشاهدينا، إليكم بعضاً منها على منصة إنستغرام. حمد الجبوري علق: لماذا لم تتعلم الدولة دعم القطاع الخاص لاستيعاب هذه الأعداد والقضاء على البطالة؟ سرمد الراوي علق: المفروض إلغاء الاستثناءات والعودة على المنافسة على أساس المعدل وسنوات التخرج فقط. علي الإبراهيمي علق: كلها تريد تتعين، أدري ماكو غير الحكومي، دروح اشتغلوا قطاع خاص، سووا مصالح، أنتوا لا تعتمدون بس الحكومي، ترى ماكو هيك بأحسن بلد بالعالم.